بسم الله الرحمن الرحيم. رضوان مغلي ابن المرحوم الحاج بشعيب مغلي. كنبغي نشكر جمعية قدماء اللاعبين نادي الدفاع حسين الجديدي ونادي الدفاع حسين الجديدي أمني سبور على هذا الاحتفال وعلى هذا التذكار اللي داروا بالنسبة للذكرى الأربعينية لوفاة المرحوم. وهذا خلينا نحسوا بواحد التضامن وواحد المستوى عن طريق مكونات نادي الدفاع دفاع الوطن اللي هو كان من مؤسسين ومن قيدوم مسيرين في سنة الستينات والسبعينات، وداز كرئيس سابق لنادي الدفاع حسين الجديدي كرة السلة، وكان عنده حكم دولي في كرة اليد، وداز في الكشفية الحسنية. الحمد لله كان المسار ديالو رياضي بامتياز، وكان كي من الحب والغيره ديالو للمدينه خلاته انه يعاون في جميع الميادين. وحنا كان ما وسعنا الا نشكروا بحال هذه البادرات اللي كتحيي ثقافه الاعتراف بالمسؤولين القدام وكل ما قدم القليل ولا الكثير لنادي الدفاع الحسني الجديدي. وان شاء الله نتمناو ان باش يعرفوهم الاجيال اللي كاينين دابا، وان نكونوا حتى حنايا خير خلف لخير سلف. وكنعاود نشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد، وخاصه جمعيه قدماء نادي الجيش الملكي، نجوم الجيش الملكي اللي معناهم مشقه السفر وجاو باش يحيوا معنا هذه الذكرى. كنعاودو نشكرهم. الوغ بالنسبه للذكرى المقابله هذه، المقابله اللي دايرينها باش نترحموا على السي بشعيب مغلي، الرجل اللي اعطى الكثير للكره الدكاليه، وبهذه المناسبه ديال الذكرى الاربعينيه ديال الوفاه ديالو، تغمد الله برحمته الواسعه. قررنا جمعيه قدماء فريق دفاع الحسن الجليدي باش نتا حنا يعني نترحموا عليه ونكونوا مع الابناء ديالو، باش نديروا واحد اللقاء مع فريق الجيش الملكي. فكما شفتوا فالاجواء رائعه، يعني هاد النجوم هادو اللي ما صافي لونطون ما شفناهمش، والحمد لله يعني الامور كلها غدا مزيان، الا واحد النقطه كما شرنا فكنتاسفوا الناس اللي حضروا على قبل الملعب، لانه الناس ديال الفريق المكتب ديال فريق الدفاع الحسني الجليدي منعنا باش ما نلعبوش في الطريق في الملعب الكبير، وهذه نقطه سوداء، لانه ما يعني هذا اللقاء بحال هكا وبهذا يعني فريق الجيش الملكي اللي جاب بالعناصر الكبيره ديالو شيشه، يعني انا فلوس، لاعبين كبار، واستسمح اللي ما شرش اللاعبين الاخرين ويكون في هذا الملعب هذا شويه، اللي يعني كنتاسفوا الناس اللي حضروا. وهذه نقطه باش نقولوا للناس ديال المكتب ديال فريق الدفاع الحسني الجليدي بانهم هما اللي خصهم ينظموا هذه، لانه باش تمنعنا وتقول لنا الزريعه ولا شيء امور اخرى، فراه يعني هذا شيء اللي يعني انا كنقول بانهم هما اللي خصهم يقوموا وينظموا، لانهم مسيرين، وهذا مسير سابق. كنعاودوا نجدوا الرحمات على الحاج مغلي، وانا لله وانا الى راجعون. فبالاشاره بانه قال لك بانه كاين داروا الزريعه، وهذا شيء اللي زرعه يعني خاص هذا جارديني اللي خصو يقول، ماشي الرئيس ديال الفريق، لانه هنا ملي كنشوفوا بانه قال لك الحفاظ على الملعب، وحنا كنعرفوا هاد التظاهرات، لانه هذه تظاهره اللي فيها يعني تنتلاقاو مع الاخوان ديالنا اللي لعبنا معاهم، لا شيشه لا يعني انا فلوس، وبعض اللاعبين اخرين اللي عشناهم ونترحموا. المهم هو نترحموا على هذا السيد هذا اللي عطى الكثير للكره الدكاليه. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى عيد زورك، رئيس جمعية قدماء لاعبي الدفاع الحسني الجديدي. اليوم وكعادتها جمعية قدماء الدفاع الحسني الجديدي، وفي إطار أنشطتها والتزامها بتنفيذ أنشطتها،
الاجتماعية والثقافية والريادية أبت إلا أن تنخرط بشكل فعلي وفعال في إحياء الذكرى الأربعينية لوفاة المرحوم الحاج بشعيب مغلي. تغمضه الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته. السي بشعيب مغلي ما يمكنش لي نتكلم عليه في شخيق. السي بشعيب مغلي اللي كان واحد من أبرز المسيرين لنادي الدفاع السنجدي، وكان واحد من الأعضاء المؤسسين لنادي الدفاع السنجدي، وكذلك كان صحافي يعني ريادي متميز، كان قدوة لكل من اشتغلوا معه، كان قدوة لكل من عاصروه وعاشروه، فحقا يستحق منا أكثر من تكريم. واليوم كيف لاحظتوا كنعيشوا كذلك ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وهي ذكرى غالية على المغاربة وغالية على يعني كل غيور على هذا الوطن وكل من يحب هذا الوطن هذا. فالحمد لله كتشوفوا الوجوه واسماء كبيرة اللي حضرات جات اليوم كلها باش تقدم المواساة ديالها لعائلة الحاج بشعيب مغلي، وكتقول لهم رحنا منكم واليكم، حنا راه كنحسوا بالالم ديالكم، الحزن ديالكم في الفقدان هرم من اهرام ديال الرياضه باقليم الجديده. فبغي نشكر المنبر ديالكم، بغي نشكر نجوم الجيش الملكي اللي تحملوا اعباء السفر وجاءوا لمدينه الجديده باش يشاركونا هذا الحفل التكريمي. وكذلك نبغي نشكر كذلك الناس ديال الصحفيين والاعلاميين والجمهور وكل من ساهم وشارك من قريب او من بعيد في انجاح هذه التظاهره وهذا الحفل التكريمي المتميز، وشكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.